أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الجمعة 29 مايو من عام 2020، وحلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي. وشعار البرنامج: من يعلم يحذر، ولا تهويل ولا تهوين. عنوان حلقة النهاردة: حلقة الأسئلة الصعبة. وعندي 5 أسئلة صعبة سأتناولها في هذه الحلقة، ولكن قبل أن أبدأ عاوز أنبه إلى شيئين. أولا، أود أن يشاركني الجميع في الدعاء إلى الله بالشفاء لأخي وصديقي الأستاذ الدكتور مدحت مرسي، واللي أصيب بالكوفيد 19. ربنا يشفيه ويعافيه، رجل عظيم. 2، النقطة اللي عاوز أقولها إن بينقسم الناس في وطننا تجاه وباء الكوفيد 19 إلى 3 مجموعات. الأول، أقلية واعية ملتزمة بالقواعد الصحية تماما، ولهؤلاء أقول شكرا. وأكثرية متجاهلة، ناسين خالص كأن ما فيش وباء، ولهؤلاء أقول سامحكم الله فيما تفعلونه بأوطانكم. ومجموعة أخرى، نخبة متفلسفة بتاخد الوباء من منظور سياسي أو من منظور ديني. فاللي بياخدوها من منظور سياسي عندهم إيمان بنظرية المؤامرة، كأن إحنا عايشين في مؤامرات على طول، بس المرة دي بقى مؤامرة كونية لأنها واخدة كل الدنيا. وهذا طبعا كلام خطأ، إنما هقول هما بيقولوا إيه. واحد يقول لك إيه، دي مؤامرة كونية، دي حرب الـ 5G. طب أولا الـ 5G دي عبارة عن راديو ويفز، يعني ما أدخل فيروسات النت والكمبيوتر بفيروس عبارة عن حمض نووي حاوي، إيه دخل دي في دي؟ يعني أنا مش فاهم. الناس تاني يقول لك لا، ده هما دلوقتي عشان عملوا الوباء ده عشان خاطر يدونا مصل، وأثناء حقن المصل هيدونا تشيبس صغيرة يتحكموا فيها في حياتنا. بيزد على ايه بقى؟ على ان بيل جيت كان من الاوائل اللي منذ سنين تنبأ بحدوث وباء. هو تنبأ لانه الراجل يعني ذكي، ديفنتلي بيل جيت راجل ذكي. فتنبؤ على فكرة الاوبئة حدثت وستحدث وستظل تحدث. وبعدين التشيبس دي حاجة ملهاش علاقة بمصل خالص، وحاجة هتحصل في المستقبل. تخيل، ده فكرة رائعة ان يبقى حاجة في حجم الرزة الصغيرة عليها كل معلوماتك الصحية، ما تروح لطبيب وتقدر حتى تديك فكرة عن وضعك الصحي، منها درجة الحرارة، فنقدر نتابع الأوبئة وما شابه. انما ما فيهاش حاجة اللي هي بالعافية ولا هتتحكم في 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 مسار الناس. اي كلام. ناس تانية تقول لك انه لا، ده هو ده فيروس مصنع وجاوبت على دي. وقال في عالم ياباني، والعالم الياباني ده حتى بيقول مقايدة ان هو لو ما طلعش صح هيتخلى عن جائزة نوبل اللي خدها. ده ايه العالم اللي بيعمل هذا النوع من المقايدة؟ ده يحتاج الى معاملة اطفال. قلنا ده مش فيروس صناعي، لان عشان تعمل فيروس صناعي لازم في مواضع معينة لشطر الفيروس ولوضع الاجزاء الجديدة. فكل ده اللي بياخدوها في منحة المؤامرة بمنظور سياسي، ده كلام غير صحيح. ناس تانية بقى بتاخدها بمنظور ديني، بمعنى ان العالم امتلأ بالشرور وربنا بيعاقبنا. فلهؤلاء اقول 3 حاجات. 1، اولا ان هذا الوباء اصاب كل البشر، 7.8 مليار. ولهؤلاء اقول طيب، دلوقتي احنا كل الناس تضررت، قليل تضرر صحيا سواء بالمرض او بالوفاة يرحمهم الله، وكثيرون تضرروا اقتصاديا، فقدوا مصدر رزق، في ناس فقدت وظائفها، قفلت محلاتها. والكل، وأنتم وأنا منهم، تضرر نفسيا بالعزل اللي احنا بنقول العالم شوت داون، في حالة إغلاق، كلنا في حالة انعزال. فهل 7.8 دول مفهومش أخيار؟ ربنا بياخد الصالح مع الطالح؟ هل هذا كلام يعقل؟ 2، من جراء هذا الوباء الواحد في أي أزمة بيحب يعني يروح دور العبادة ويطلب معونة إلهية. طب ده الوباء ده أغلق كل دور العبادة،
يبقى في الحالة دي بقى المستفيد الوحيد هم الملحدون. معقول ربنا بيفيد الملحدون ويعاقب المؤمنين؟ يفيد الملحدين ويعاقب المؤمنين؟ مش معقول الكلام. والتالتة بقى أهم، ركز فيها. أنا قلت 1% من الناس فقط اللي بيموتوا. في أونتاريو هنا المقاطعة اللي أنا موجود فيها في كندا، 71% من الوفيات بتحدث في دور المسنين. لو رحت دور المسنين هتلاقي ناس طاعنين في السن، حالتهم الصحية متدهورة، وبينقسموا إلى مجموعتين. مجموعة واعية، ودي لا هم لها غير الصلاة وقراءة الكتب الدينية. والمجموعة الثانية غير واعية، عندهم تدهور عقلي، ألزايمر وما شابه، وتدهور وعائي، مش داريانين خالص. أنا بقى بقول لكم إن المجموعة اللي بيتوفاها الله في المسلمين دول هم دول الأخيار في الدنيا. دول يا إما ناس فعلا متجهة إلى الله بكل قوة، يا إما مش واعية خالص. هل يعقل إن الله هي دي الفئة اللي اختارها عشان خاطر يعاقبها؟ والناس اللي بيعيثوا فسادا بره دول المسلمين، دول فري؟ كلام يعني مش عارف. إنما يعني كل واحد ده من وجهة نظر الشخصية، وكل واحد له رأيه. نيجي بقى لحلقة اليوم، وهي عبارة عن الخمسة أسئلة اللي هتناولها. أول سؤال هو عن مسؤولية زعماء الدول الكبرى في تفشي الفيروس. احنا عارفين ان هناك سباق محموم وزهو بالنجاح الاقتصادي بين أهم قوتين في العالم، الولايات المتحدة بقيادة ترامب، أقوى قوة اقتصادية في العالم، وصل الجي دي بي بتاعها 21.5 تريليون دولار، وهتبقى هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم ولسنوات. يسابق معها مين بقى تاني قوة؟ الصين بقيادة زي جي بينك اللي هو القائد بتاعهم، ودول تاني قوة وصلوا 14.1 تريليون. أنا أسف إذا كنت قلت الأورنية مليار، لا هي تريليون دولار. والأعداد دي الولايات المتحدة 21.5 تريليون دولار، ده في سنة 2019، والصين 14.1 تريليون، وده برضو بالنسبة لسنة 2019. طبعا عملت حلقة على الصين، وهي لها هي المسؤول الأساسي. هما طبعا في سباق الزهو الاقتصادي ده والملاحقة، طبعا وجود فيروس ووباء هيؤخر من هذا الانطلاق الاقتصادي، فعشان كده عملوا عملية تجاهل، وبالتالي تباطؤ في حل المشكلة، وبالتالي تفشى الفيروس. المسؤولية الأولى طبعا على الصين، لأن دي منشأ الوباء. إنما زعماء الدول الكبرى الأخرى برضو في سبيل التسابق الاقتصادي ما بينهم، حدث تجاهل وحدث، هم مسؤولين. لكن هاخد النهاردة كمثال ترامب وماذا فعل. السؤال الثاني اللي هجاوب عليه، في وسط هذه الأزمة الطاحنة يقولون أن الأسبوعين الجايين والثلاث أسابيع الجاية هي الأسوأ. فالسؤال، طب متى تحدث الإنفراج؟ هجاوب على السؤال ده. السؤال الثالث، بخلاف تدابير العمل وإدارة الأزمة اللي بتقوم بها الدول في المؤسسات وفي المصالح، طب أنا كفرد غير مراعاة القواعد الصحية أنا أفعل؟ ده سؤال مهم جدا. السؤال الرابع، ما هي العوامل التي تحدد شدة الإصابة وشدة المضاعفات؟ السؤال الخامس والأخير، ما هو السبب الأساسي للوفاة في حالة الإصابة لا قدر الله بكوفيد 19، وكيف يمكن منعه، وإيه العلاجات المتاحة؟ ده الخمس أسئلة. هبتدي بالسؤال الأول، إدارة ترامب إزاي أخفقت؟ عشان أنا عملت حلقة على الصين، إزاي إن هي المسؤول الأول عن تفشي الفيروس. طب إخفاقات إدارة ترامب وترامب نفسه، أنا رصدت 12 إخفاق لترامب، وأخذها بترتيب وبنظام كعادتنا. إخفاقة الأولى، إن إدارة أوباما في سنة 2014 عملت وحدة أمان للصحة العالمية في البيت الأبيض، Global Health Security Unit. وظيفتها ايه بقى وحدة الصحة العالمية دي؟ انها يعني الاكتشاف المبكر لحدوث اي وباء والتعامل السريع معاه. يجي ترامب يعمل ايه بقى في سنة 2018، يعني قبل بداية الوباء بسنة، الوباء بدأ في 2019، لغاها وقال ايه؟ انا يعني ما احبش يحوطني رجال كتير لا لزوم لهم ومصاريف ملاش لازم. صور، ادي اول اخفاق. تاني اخفاق، ولاحظ التاريخ، في نوفمبر 2019 اللي هو نفس الشهر اللي بدأ فيه الوباء، خلاص
كان في سنتر مركز اسمه CDC اللي هو Center of Disease Prevention and Control، مركز الوقاية والتحكم في الأمراض، راح عامل إيه بقى؟ خفض من ميزانيته ومن وكلائه في الدول، يعني في 39 دولة خفض الوكلاء بتوع الوكالة دي اللي هي بتتابع الأمراض وبتحاول تمنعها. والغريب إن كان من ضمن الدول اللي هو خفض فيها هذا الكلام، افتح ودانك، الصين، يعني خفض الوكلاء فيها. وفين بقى؟ في نوفمبر 2019 اللي هو نفس الشهر ونفس السنة اللي بدأ فيها الوباء دي. إخفاقة تانية، نيجي للإخفاقة الثالثة، وخد بالك بقى من التاريخ ده مهم جدا. في 20 يناير أول حالة إصابة حصلت في الولايات المتحدة، ومن الغريب إن نفس التاريخ 20 يناير حصل أول إصابة في ساوث كوريا، كوريا الجنوبية. وطبعا الاستجابة كانت مختلفة تماما، وهتشوف إزاي الإخفاق أدى لإيه. في ساوث كوريا قررت تعمل مسح لكل الشعب، مين عنده ومين ما عندوش. ترامب تجاهل القصة تماما، فانتهب بإيه بقى؟ تعال نشوف انتهب بإيه. إن تعداد الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 6 مرات تعداد الساوث كوريا. ساوث كوريا حاجة وخمسين أو 50 مليون، الولايات المتحدة 350 مليون، 340 حاجة من هذا القبيل. لكن تعال بقى شوف نسبة الوفيات وبقولها لك أزناه النهاردة دلوقتي في 20 مايو 2020، بلغت عدد الوفيات في الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف، 1315، بينما في ساوث كوريا فقط، افتح ودنك، 269 وفاة. يعني عارف نسبة الوفيات لو حسبتهم لبعض 385 مرة في الولايات المتحدة مقارنة بالساوث كوريا، بينما كان مفروض تبقى 6 مرات بس. لو خدنا تعداد السكان الولايات المتحدة قد ساوث كوريا 6 مرات، يبقى كان لازم الوفيات تبقى 6 مرات، مش تبقى 385. ده يوريك الإخفاقات في إدارة الأزمة ما بين الولايات المتحدة بقيادة ترامب اللي كل دماغه عبارة عن بيزنس واقتصاده، بين ساوث كوريا. خلاص ده اللي حصل في الإخفاق الثالث، وده مهم جدا في 20 يناير. وجه حتى في 22 يناير قال ده احنا ما عندناش غير مجرد حالة بس جاءتنا من الصين وهكذا. خد بالك الإخفاق الرابع والتاريخ مهمة جدا. في 23 يناير الصين أغلقت ووهان. ووهان دي 11 مليون مواطن وتمثل المدينة رقم 9 في الصين، أغلقتها تماما. وبعديها بأسبوع في 30 يناير أغلقت هوبي اللي هي المحافظة اللي فيها ووهان. يعني تخيل ده قاعد في الولايات المتحدة، الصين أغلقت واحدة من أكبر من كبريات المدن وأغلقت محافظة كاملة، والراجل ما يتنباش عادي خالص. فيعمل ايه بقى هو في 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 2 فبراير؟ يعمل حظر جزئي للسفر للصين، من والى الصين، بينما في اكتر من 30 دوله، حوالي 40 دوله عملوا حظر كامل. فانتهب بايه بقى؟ ادي ثالث اخفاق او رابع اخفاق، انه في 2 نوفمبر لما عمل الحظر، اسف 2 فبراير، ب 2 فبراير كان دخل الصين 430 ألف مسافر، وبعد الحظر الجزئي منهم 40 ألف، طبعا عدد منهم مصابين ومحملين بالأمراض. ده الإخفاق الرابع. الإخفاق الخامس، في 6 فبراير منظمة الصحة العالمية الـ WHO عملت إجراء، إحنا عارفين إنها طبعا منظمة الصحة اتكلمت عليها، أول إجراء عملته قال عملت 250,000 اختبار، ودعت العالم اللي عاوز ياخد اختبارات عشان نكتشف الحالات ياخد. فالولايات المتحدة في عنجهية بتاع ترامب قالت لا مش عاوزين، إحنا هننتج ما نحتاجه. طب خد بالك باللي بعديها، الإخفاق السادس، في 10 فبراير CDC دي اللي هي عبارة عن إيه؟ Center of Disease Prevention and Control، ترامب راح مخفض البادجت، الميزانية بتاعته 16%. فطبعا ده أثر على عمل المنظمة دي، فانتهت بأنها عملت شوية حتى يعني اختبارات كلها ثبت أنها في الوقت ده فاشلة في التوصل إلى الفيروس. الإخفاق السابع، في 26 فبراير
خرج ترامب وقال الفيروس تحت السيطرة وإحنا هنعمله كفلو كأنه انفلونزا، وإن المخاطر على الأمريكيين ضئيلة جدا وعندنا فقط 15 حالة، ولم يكن صادقا في ذلك، كان في 60 حالة في هذا الوقت، وأعاد نفس الكلام في 9 مارس وفي 10 مارس، ما فيش أي خطورة على الأمريكيين، خطورة ضئيلة وده مجرد حاجة زي الإنفلونزا. طيب في 27 فبراير الإخفاق الثامن خرج قال لنا حاجة في غاية الغرابة، إيه هي؟ قال إن الفيروس هيختفي بطريقة إعجازية. أنا بقول إيه دي نبوءة من سيد ترامب؟ يعني ما عاوزين نفهمها، يعني إيه الفيروس هيختفي بطريقة، إيه هي الطريقة الإعجازية اللي هيختفي بيها؟ أو قال الكلام ده. الإخفاق التاسع وده تاريخ مهم جدا، لقلنا في 20 يناير كان أول إصابة، في 29 فبراير أول حالة وفاة في الولايات المتحدة. وشوف بقى الريسبونس، تم إعلان حالة الطوارئ في واشنطن خلاص. في 4 مارس السيد ترامب يقول لنا إيه، يقترح اقتراح بعد ما واحد مات، يقول لك على فكرة لو أنت مصاب لا مانع للعمل وأنت مصاب، يعني مصيبة ان انت لو عندك ده حاجة خفيفة، ده عبارة عن فلو روح وانت كده، خد بالك ده بيقول الكلام ده في 4 مارس. شوف بقى الريسبونس بتاع الجوفرنرز اللي هم المحافظين احسن، في 5 و6 و7 مارس، 5 مارس قفلت ولاية كاليفورنيا ولاية ماريلاند، في 6 مارس قفلت كنتاكي، في 7 مارس قفلت نيويورك، وهو قبلهم بيوم بيقول لي لو انت عيان روح. اخفاق السادس، الإخفاق العاشر، في 6 مارس راح السي دي سي، قلنا اللي هو السنتر اوف ديزيز بريفنشن اند كنترول، ولابس القبعة بتاعتهم مش لابس ماسك، هو الظاهر ترامب ده لا يؤمن بالماسك، يعني كل الناس اللي حواليه لابسين ماسك، هو الماسك ده شايفه حاجة ملهاش لازم خلاص. قال على فكرة هناك ان اي شخص يحتاج اختبار لهذا المرض عندنا نقدر نوفيه بذلك، وهذا لم يكن حقيقي، وحتى الآن مش كل واحد ممكن يعمل اختبار، وإلا كنا عملنا مسح للولايات المتحدة كلها. كان هذا هو الإخفاق العاشر ضمن الإخفاقات الـ 12 اللي أدست إخفاقات للسيد ترامب. في 11 مارس وده تاريخ مهم جدا جدا جدا، أعلنت منظمة الصحة العالمية إن ده وباء عالمي، ده مش مجرد عبارة عن Global Health Emergency، ده مش طريقة صحية، ده وباء عالمي. ولازلت أذكر وهأذكر ما حييت هذا التاريخ، أذكروا معايا، الجمعة 13 مارس، الجمعة 13 مارس تغير العالم، ولن يكون العالم قبل الجمعة 13 مارس 2020 زي العالم بعد الجمعة 13 مارس 2020. أعلنت حالة الطوارئ في معظم الدول بما فيها الولايات المتحدة. خد بالك بقى، هو بعديها بأربع أيام يوم 17 مارس يقول اعترف بس بأن ده وباء عالمي، وشوف يعني الحاجة الغريبة، وادعى بغير حق أنه شعر بذلك مسبقا، أنه بالحدس لما شاف ما يحدث في الدول حس بذلك، مع أنه قلنا في 3 مرات قال أنه هو هنعمله معاملة الفلو اللي مصاب يروح. وفي 16 مارس حتى قبلها بيوم قال للمحافظين كل واحد عليه تدبير الأجهزة التنفس والاحتياجات، الكمامات والماسكات والجوانتيات وكل الحاجات اللي محتاجينها، دبر روحك. ده الإخفاق الحادي عشر. الإخفاق الثاني عشر اللي هو أنا رصدته ده بقى كانت حاجة الحقيقة جديدة عليا خالص، حتى أنا فاكر في يوم 24 أبريل أتصور أنه كان يوم خميس في سنة 2020 طلع علينا، كان كل يوم بيخرج كده ببريفي يعني يكلمنا عن الموضوع، فما عرفش كان يعني ليه قال الكلام ده، مش عاوز ألبخ. قال إن على فكرة اقتراح كده على الهوى، يعني تخطى بيه الاقتراحات اللي عندنا بتاعت عصير البرسيم وبتاعت الكركم وبتاعت التوم، عندنا احنا اقتراحات كده برضو جميلة بس ده تخطاها بقى. قال لك ان السانيتايزرز ده مش بيموت الفيروس، طب ما نحقن الشخص بالسانيتايزر المطهرات دي، طبعا متجاهلا ابسط يعني معلومه في كليه الطب ان احنا ما نقدرش ندي اي حاجه جوه الدم الا لما تكون في نفس درجه الحميضيه بتاع الدم وليها ضابطه معينه، مش اي حاجه نديها وبجرعات، ما هي فكره كده طرقت في دماغه.
وان ليه ما نعرضش المريض للاشعه الفوق بنفسجيه وما اعرفش ازاي من بره، وزي ما قلنا هيدخل المصباح ده ازاي يعني عشان يعرض الجسم. والحمد لله انه يوم الجمعه ما ظهرش، بقى بطل البريف اليومي بعد ما قال الحاجه الغريبه دي. لكن حتى اكون منصفا، فاحنا لا يجب ان نظلم الراجل كثيرا، لانه الحقيقه كثير يوجد زعماء كثيرون عملوا وقالوا واداروا الازمه بصوره غير جيده. انما احب في هذا يعني المجال اذكر ساوث كوريا واذكر بلدين تانيين مهمين جدا. واشمعنى دول؟ لانه دول بيدوا اعداد صحيحه. ما في دول بتقول عندنا اعداد قليله جدا، بس انا مش ما فيش مصداقيه الاعداد. مين الدولتين التانيين غير كوريا الجنوبيه؟ تايلاند اللي هي الصين الوطنيه 57 حاله وفاه فقط، ونيوزيلاند 22 حاله وفاه، ودي بيرقصها امراه. اداره رائعه للازمه. انما اداره ترامب كما رصدنا 12 كارثه. طب واحد يقول لي طب هل ترامب لم يتم تحذيره؟ لا، تم تحذيرات طبعا لترامب، وانا رصدتها في 3 مجموعات. في تحذيرات بسميها الاحداث نفسها كانت تنبئ بذلك، وتحذيرات الهيئات وتحذيرات اشخاص. تحذيرات الاحداث، قلنا 20 يناير اول اصابه في الولايات المتحده، عندك اصابه اهو في حاله. 29 فبراير اول حاله وفاه، ومع ذلك يقعد يقول لك احنا نعملها كفلو ما فيش ضرر وممكن تروح الشغل. 23 يناير اغلاق ووهان، مدينة 9 مليون تم اغلاقها، يبقى في مصيبة لازم ناخد بالنا. وفي 30 يناير بعدها باسبوع تم اغلاق المحافظة كاملة اللي هو هوبي. يبقى ده تحذيرات للاحداث. يعني عارف المثل عندنا يقول لك اللي ما يشوفش من الغربال مش هكمله، انت فاهم. في تحذيرات هيئات. في 3 يناير لجنة الأمن القومي قالت له في مرض جديد في الصين تنبه. في 8 يناير CDC اللي هو Center of Disease Prevention and Control قال له في مرض جديد في الصين ولا هنا. المنظمة الصحة العالمية بثلاث مراحل، ولو ان دي ليها دور يعني متخاذل بس ده عاوز له حلقة لوحده. ف10 يناير قالت في تنبهت لحدوث حالات وقالت عندي شوية تنبيهات كيف تتعاملوا مع الحالات دي. في 27 يناير زودتها شوية، مش في حالات، قالت في جلوبال هيلث ايمرجنسي يعني في حالة طارئة صحية في العالم. في 11 مارس قلنا اعلنتها بانديميك والراجل مش معانا. في تنبيهات من اشخاص، هنا ما اقدرش اقول كل الاشخاص اللي نبهوا ترامب لانهم كتير جدا، انما انا هذكر منهم 4 مثلا. في 18 يناير سكرتير الخدمات الصحية أليكس أزار رفع التليفون مكالمة عاجلة ما خدهاش على محمل الجد ونزل يلعب جولف، وكان طول النهار على فكرة في وسط الأزمة في جولف ورالي يقعد يعمل حشد بالناس ويخطب فيهم ويقول الكلام بتاعه اللي هو اللطيف ده. في 27 يناير جو بايدن اللي هو المرشح الرئاسي بتاع الحزب الديمقراطي اللي قصاده فقال له ان إدارة الأزمة مش بطريقة كويسة وفي مصيبة. هو طبعا اعتبر دي عبارة عن مناظرة سياسية، وقال حتى ان الحزب الديمقراطي كله يعني بيعمل نيو هوكس يعني خدعة جديدة دي من بياخدها من جراء الكوفيد 19. في 28 يناير إليزابيث وارن دي سيناتور عملت له خطة لمكافحة فيروس كورونا. في 29 يناير المستشار بتاع التبادل التجاري بيتر نيفارو قال له في خطر من فيروس خطير. فهل نقول ان هو لم يتنبه؟ الاحداث كانت تنذره، الهيئات كانت تنذره، الاشخاص انذروه، وانا ذكرت منهم 4 فقط. طب ايه النتيجه بقى؟ عشان اقول لك اداره الازمه لما تبقى بطريقه سيئه. ان الانستيتيوت فور هيلث ميتريك اند ايفالويشن اللي هو يعني معهد الصحي للإحصاء والتعامل تقييم الأمر قال إن لو هو أعلن حالة الطوارئ أسبوعين أو أكتر قبل كده، جاست أسبوعين، كان حالات الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية هتنزل لأقل من 10%، يعني هتنخفض بمعدل 90%. وإحنا قلنا دلوقتي الولايات المتحدة
وفي تاريخ مهم جدا انه في 26 مارس الولايات المتحدة، مع ان دي اقوى دولة في العالم واقوى اقتصاد وعندها علماء اللي بتقود العالم، تصدرت دول العالم مع انها مش اكثرهم تعدادا في عدد الاصابات وعدد الوفيات. فالنهاردة اذا حبيت اقول لك وصلنا كام، اكتر من 1.7 مليون مصاب في الولايات المتحدة، والوفيات اكتر من 103,000. المعهد الاحصاء الصحي والتقييم قال لو اسبوعين او اكتر شوية حصل تنبه كان يمكن انقذنا اكتر من 90% من الوفيات. واحد بيقول لي طب انت ليه بتقول التاريخ ده كله؟ انا تملي بقولها ليه بقول، لانه من لم يتعلم من ماضيه فلا مستقبل له. قيمة المأساة تصبح لا شيء إذا ما خرجناش منها بدرس، تبقى مأساة بس. فمفروض أن في وباء كوفيد 19 ده هو مأساة، لكن فين الوجه الحسن فيه؟ أن احنا كدول، وأنا خدت ترامب كإجزامبل وقلت عشان أبقى محق، مش معناه أن كل الناس كانت في إدارة رائعة الأزمة، بس أنا خدته كمثال لأن أكبر قوة اقتصادية في العالم عليها أكبر مسؤولية. إزاي انتهت بأن هي تصدرت الدول المضارة من أول 26 مارس ووصلت النهاردة أرقام غير مسبوقة، 1.7 مليون مصاب وأكثر من 103,000 حالة وفاة. فأنا بقولها عشان نستفاد الإخفاقات، وكان يجب التنبه إن إزاي أسبوعين فقط كانوا فرقوا في هذا الكم. ده كان السؤال الأول والأطول. السؤال الثاني بيجي لنا في كل البلدان، نلاقي ناس يقول لك ايه، انه ما اعرفش بيقولوها ليه ازاي، يعني انه الشهر الجاي، الثلاث اسابيع الجاي، الاسبوعين دول هم الاسوأ وبعد كده هيحصل انفراجه. بيزد على ايه؟ زي ما بقول في المواضيع العلميه محققين ونكون مدققين جدا. اولا الانفراجه هتحدث لو حصل حاجه من اربعه. لما تشوف حاجه من اربعه اعرف ان دول بيكلموك صح وهيحصل انفراج، ان يبقى في مصل جاي في السكه. نقول اول مصل بتاع اوكسفورد هيعلن عنه باذن الله في يونيو وهيبتدي انتاجه في الخريف اذا كان ناجح باهر باذن الله، وباذن الله يبقى ناجح، او اذا كان في عقار علاج للمرض، او ثالث حاجه اذا تم تسطيح او خفض الكيرف. خلاص، وده امتى؟ يتبع قواعد صحيه صارمه. طب ده احنا بالعكس، ده العالم متجه الانفتاح، يعني حتى بالقواعد الصحيه الصارمه هيحصل تزايد في عدد الحالات مش هيحصل تناقص، لان احنا بنفتح العدد. او رابعا لو حصل مناعه القطيع، واشرحها تاني. مناعه القطيع يعني تحصل ان الناس تبقى عندها مناعه، يعني خدت الاصابه والكون عندها مناعه ان يحصلها تاني. دي تحصل امتى؟ بقولها لازم يبقى اكتر من نص الناس خدوا الاصابه عندهم مناعه، فاكتر من نص مصابين واقل من نص غير مصابين، وعشان كده يبقى صعب الانتقال، يبقى يعني بالكتير هيبقى واحد الى اقل من واحد يصاب. انت عشان 60% من المجتمع يحصل له اصابه انت عاوز سنتين لثلاثه. هذه بوادر الانفراجه، مصل، عقار، تسطيح او خفض الكيرف او مناعه. انما على اي اساس حد يقول لنا الاسبوعين او الثلاثه الجايين هم الاسوأ؟ طب وبعد كده ايه؟ ليه هتبقى احسن؟ وليه بقول هذا الكلام؟ عشان كل واحد يراعي ان طالما مفيش حاجه من الاربعه دي يبقى متوقع، توقع شيء مهم، إن من يعلم يحذر، انه الاسبوع الجاي هيبقى أسوأ، اللي بعده أسوأ. ليه؟ لان في تزايد في الحالات. وبالتالي لو حضرتك او حضرتك او العبد الله نزل الشارع بيبقى احتمال الاصابه اكتر، كل ما الحالات في الشارع بتزيد اكتر اسبوع عن اسبوع يبقى احتمال الاصابه اكتر. ان يحصل انفراجه لازم حاجه من الاربعه. السؤال الثالث، طب ماذا ينبغي علينا كافراد ان نفعل؟ يعني الدول واخدة عاملة إدارة الأزمة في المصالح، عاملة حاجات كلمنا عليها حلقة كاملة هيعملوا إيه في كل حاجة، مش عايدة تاني. أنا كفرد بالإضافة للنصائح الأساسية اللي هو التباعد الاجتماعي أكتر من مترين، اللي هي الكمامات طالما برا البيت، اللي هي القواعد التنفسية الصحية، إن أنا أكح في الكوع أو في كلينكس وفي نفس الوقت أغسل إيدي مجدداً بالمية والصابون أكثر من 20 ثانية والسانيتايزرز، وما أحطش إيدي على وشي، الفم والأنف والعين. بالإضافة لدي أعمل إيه بقى؟ أنا هنا هقول لكم حاجة جميلة خالص، خدوا بالكم منها.
هنا في الآتي إنه لابد أن نتبع كفرد بقى، لأن لو الموضوع طول معنا، معادلة رقمية وقاعدة ذهبية. واحد يقول لي الكلمة شكلها حلو بس فاهمها لنا، المعادلة الرقمية والقاعدة الذهبية. نيجي للمعادلة الرقمية، هو أي أكتر طريقة الإصابة؟ أكتر طريقة الإصابة أن حضرتك تروح مكان مغلق في عدد من الناس، واحد منهم بينشر العدد. فالأول أنا عاوز أقول لك حاجة، أي شخص ما تعرفوش اعتبره إلى أن يثبت العكس مصاب، وممكن أقول لك العدوى. طب ما تعرفش، وخصوصا أن احنا قلنا أن العدوى بتبتدي يومين قبل ظهور الأعراض وتدوم لأسبوعين بعد الأعراض، حتى حفظها وتذكرها سهل. اتنين اتنين، يومين قبل ظهور الأعراض وأسبوعين بعد ظهور الأعراض، لأن واحد ما عليهوش أعراض وبينقل، أو واحد عليه أعراض بسيطة أو ما فيش أعراض خالص وبينقل. طيب يبقى ايه المعادله الرقميه هنا؟ خد بالك بقى، الوقت والناس والمسافه. احنا قلنا الخطوره الاساسيه في دخول مكان مغلق في عدد من الناس، خلاص دي اهم طريقه، لان الطريقه الثانيه انك انت تلامس سطح ملوث وبعدين تلمس عينك او مناخيرك او بقك، دي طريقه العدوى، لكن مش هي الاساسيه، ومش هي نمره 2 حتى، دي نمره 5. أهم طريقة كده لما تتحقق في كل الناس اللي جالهم كوفيد، هتلاقيه تعرض لشخص لمدة معينة في مكان مغلق كان حامل إصابة. يبقى الحل بقى بقول معادلة رقمية، بمعنى أما أروح مكان مغلق وليكن بدءا بالسوبر ماركت وانتهاءا بدور العبادة، خلاص مكان مغلق بإذن الله افتحوها ونروح دور العبادة كلنا، سوبر ماركت، إنك تختصر الوقت، الوقت رقم الوقت تختصره، انك تعمل تاخد البقاله بتاعتك في ربع ساعه احسن ما تاخدها في نص، احسن ما تاخدها في ساعه، لان لو تواجدت نص ساعه يعني مرتين قد ربع ساعه، يبقى احتمال الاصابه هيزيد مرتين، فيبقى احاول اقضي اقل وقت. بقول لك معادله رقميه، طب عدد الناس اللي موجودين جوه مهم جدا، يبقى اروح السوبر ماركت اللي هو اقل ازدحاما، وفي الاوقات اللي اقل ازدحاما، لانه لو انا دخلت سوبر ماركت في 10 احتمال إصابة أكتر من لو في 5 بس، لو 20 يبقى الضعف. يبقى الموضوع كله أرقام، ونفس الكلام في دور العبادة، عشان كده بنقول إن احنا عاوزين يبقى في عدد قليل من المصلين من العابدين، ويقعدوا مدة العبادة نحاول نختصرها لحد الأدنى. طب نمرة 3 التباعد، المسافة برضو مسألة رقم، يقول لك إن احنا نبقى على بعد مترين. أنا عاوز أقول لك حاجة، مترين دي مسافة نسبيا آمنة، لكن 3 أحسن 4 أحسن. أنا أقول لك حاجة حتى في مزاح، واحد صاحبي بيقول لي أنت بتعمل إيه لما تنزل الشارع؟ قلت له أنا ما بنزل الشارع أعتبر نفسي نازل ملعب فوتبول أمريكاني. أنت عارف الفوتبول الأمريكاني بيبقى اللاعب ماسك الكرة وبيجري، الخصوم بيجروا عليه عشان ياخدوا الكرة منه، فهو بيحاول يبعد عنهم جميعا. قلت له أنا ما بنزل الشارع بعتبر نفسي لاعب، والشارع ده ملعب الفوتبول الأمريكاني بس من غير كرة، يعني اي واحد جاي يمين اخد شمال، شمال اخد يمين، بحاول ابعد مش مترين، لان برضو الموضوع رقمي. لو انا هبعد 3 متر فانا اكثر امانه من 2 متر، 4 متر اكثر امانه. ليه؟ ده المعادله الرقميه اللي قلتها. يبقى تقضي في الاماكن المغلقه اقل وقت مع اقل عدد من الناس لابعد مسافه، كلها ارقام. كل ما تزود الرقم المضاعفات بتزيد بتاع احتمال الاصابه، ده التصرف اللي بقوله. طب القاعده الذهبيه، احنا الان في عصر وفي زمن الاماكن المفتوحه، يعني الاوبن اير ده اقل الاماكن عرضه ان يجي لك اصابه، او تقريبا مش هيجي لك. عشان كده حتى في المرحله الاولى في فيز 1 في اونتاريو، في محافظه اونتاريو في كندا، بداوا في فيز 1 بالاوبن سبيسز بس، الناس الاوبن اير، يعني حتى الشغلانات اللي رجعوها اللي هي زي ما قلت المقاولات اللي هي البناء، لان العمال في الهواء، الطلق، فتحوا الشواطئ. حتى انا برضو بستغرب لماذا تغلق الشواطئ، احنا نفتح الشواطئ الاوبن اير ده هواء متجدد بيخفف اي فيروسات، ونحدد انا مش عاوز برضو شاطئ الناس على بعض، يبقى نوقف ناس، تحدد عدد الناس اللي هيدخلوا الشاطئ، وحتى يبقى معاه عداد كده بيعد كام واحد دخل، في عدادات بتعمل الحكايه دي، لو واحد خرج يبقى ممكن واحد تاني يدخل. الشواطئ جميله خالص، انما بالعكس نقفل الشواطئ والناس تحبس في البيوت وتتزور جوه البيوت، ما هو ده المكان المغلق اللي فيه ناس، يبقى بنجيب اثر عكسي. كذا الحدائق، مكان لطيف جدا. النوادي، حتى بقول في النوادي عندنا في مصر مثلا زي نادي الجزيره،
انا بقول للناس وانصحها ما حدش يروح الصالون الاجتماعي مكان مغلق مكيف غلط. انت لو قعدت في اوبن اير في الحر هيوميد تصور كل الحاجات دي ضد الفيروس. الفيروس بيموت بالحراره بيموت بالرطوبه والاوبن اير بيشيل الفيروسات. شارع جميل تمشي فيه، المطاعم، المطعم اللي عنده باتيو يعني حته بره زي بلكونه بره كده، ده اللي يفتح نقعد في الهواء الطلق والترابيزات متباعده. ده النهارده عندنا المطاعم مثلا مطعم بيتزا بيقسموا العمال الى مجموعتين، مجموعه بتعمل بيتزا جوه واحد واقف بره ما تدخلش انت المحل خالص، حضرتك عاوز ايه؟ عاوز بيتزا نوع كذا سلايس او عاوز بيتزا كامله، ياخد منك ويجهزها لك حضرتك في الشارع. فنحن الان في عصر وفي زمن الاماكن المفتوحه. وقلت ان فيز 1 في كندا كله قائم على انه اماكن مفتوحه. يبقى القاعده الذهبيه اللي هو اننا في زمن وعصر الاماكن المفتوحه. وتاني نقطه قلتها تحسب المعادله الرقميه اللي هو اقل وقت اروحه مكان مغلق مع اقل عدد من الناس فابعد مسافه، بدءا من السوبر ماركت ومرورا بكل الاماكن انتهاء حتى باذن الله يا رب يفتحوها قريبا اللي هي دور العباده. ده كان السؤال الثالث. السؤال الرابع، درجه الاصابه والمضاعفات بتعتمد على ايه؟ على اشياء ثلاث. الجرعه المعديه، انت لو خدت فيروس واحد ما مش هيجرى لك حاجه، لازم في حد ادنى من الفيروسات تاخدها عشان يتغلب على المناعه ويجي لك الاصابه. وعشان كده ده يبين بقى اهميتنا التباعد، كل ما تباعد 2 متر 3 متر احسن، لان حتى لو الشخص مصاب هيديني جرعه صغيره. الكمامه ده ممكن تمنع تماما، بس مش تماما مش 100%، لان نقول احسن واحده لان 95 بتمنع 95% 95% من الفيروسات في الاماكن المغلقه. طب تاني حاجه تؤثر في درجه الاصابه والمضاعفات المناعه بتاعتك ايه؟ كل ما المناعه تبقى اقوى هتغلب الفيروس. تالت حاجه بقى وهي دي اللي انا عشانها بقول الجمله اللي هو عدد المستقبلات بتاعه الايس 2، لان المستقبلات بتاعه الايس 2 على جدران الخلايا هي دي الانتري بوينت، هي دي اماكن الدخول بتاعه الفيروس، وانا هشرحها دي في تفصيل اكتر. الريسبتورز بتاع الايس 2، اولا كلمه ايس دي اختصار انجيوتنسين كونفرتنج انزيم. الريسبتور دي على جدران الخلايا هتكلم عليها في اربع نقاط. ايه اهميتها؟ اهميتها الفسيولوجيه انها بتساهم في ضبط الضغط الشرياني. طب اهميتها المرض في الكورونا فيروسز اللي هي دي مواضع دخول الفيروسات، يعني الفيروس بيدخل من خلاليه وبعدين جوه الخليه يغير بروجرام الخليه، يستعبد الخليه يخليها بدل ما تكون البروتينات المفيده لنفسها تستنسخ الفيروس، يعني تعمل الاستنساخ يعني اعاده تكوين نفس الصوره من الفيروس مرات ومرات ومرات، وفي الاخر الخليه من كتر ما عماله تستنسخ الفيروس ومستعبدها بتستنسخه تجهد وتموت وتنفجر وينطلق الفيروسات ليصيبوا خلايا اخرى. إذا الكلام الجديد اللي اتعلمناه في كورونا فيروس إن المدخل بتاعها هو ريسبتورز المستقبلات بتاعة الإس 2. طب فين دي موجودة؟ الريسبتور دي موجودة فين؟ موجودة في الغشاء المبطن للأنف وفي الرئة، وعشان كده لأنها موجودة في الغشاء المبطن للأنف بعض الناس بيجي لها فقدان للشم، وطبعا الشم مرتبط بالتذوق فيلاحظ إن هو لا بيشم ولا بيتذوق، أحد الأعراض مش المشهورة بس بتاعة الكوفيد 19. موجودة كمان في البنكرياس وفي الجهاز الهضمي الجات، وعشان كده في ناس كتيرة عرب مش مشهورة كان بيحصل يجي لهم إسهال في حالة الكوفيد، يعني مش لازم الأعراض الثلاثة الأساسية اللي قلناهم اللي هم الحرارة والكحة الناشفة وكرشة النفس أو صعوبة النفس، لا في أعراض تانية. موجودة في القلب والأوعية الدموية، عشان كده في ناس قلبها بيتأثر. موجودة في الكلية، في ناس الكلية بتتأثر وبيحصل لها فيلير. موجودة في على جدار خلايا الدم، يبقى دي الأماكن اللي موجودة عليها. طيب نيجي النقطة الثالثة، طب العدد بتاعها، تصور بقى دي نقط مهمة جدا خدوا بالكم ليه، ودي من رحمة ربنا إن الأطفال ما يجي لهمش وكبار السن يجي لهم. يعني إحنا في الإنفلونزا العادية والالتهاب الرئوي بتاخد الاكستريم اوف ايجز اوف ايج اللي هو كبار السن والصغيرين قوي، لا احنا بناخد كبار السن بس. اظن انت عارف الاجابه، لان عدد المستقبلات الاس 2 موجوده اكتر في كبار السن منها في الاطفال. بقول لك حتى معلومه جميله، في انجلترا لما بلغ عدد وفيات 30,000 حاله فوق ال 60 سنه
كان يقابلهم في الأطفال تحت 15 سنة طفلين، يعني 30,000 فوق 60 سنة وطفلين تحت 15 سنة. وده بيفهمك ليه في فيس 2 لما تعلمنا هنفتح بجرأة الحضانات، لأن الأطفال أقل عرضة للإصابة وبالتالي أقل عرضة لنقل العدوى، والحضانات مهمة لفتحها عشان العمال تروح المصانع والموظفين محتاج يحط ابنه في الحضانات. وبنفكر في دول كتيرة نفتح المدارس، أديك فهمت. لنفس السبب الرجال احتمال الوفاة 2-1 لأن عندهم المستقبلات الإستو أكتر. طيب بيزيدوا مع زيادة الوزن، وأظن دي دعوة بقى أن احنا نخس. وزيادة الوزن بتضير بحاجة تانية، انها مش بس زيادة الاس الريسبتور بتاعت اس 2 لكن كمان بتقلل المناعة. ما احنا قلنا المناعة عامل مهم، لان الوزن الجامد ده مرتبط بالنوع التاني من السكر، المرض السكري، ومرتبط بارتفاع ضغط الدم، ومرتبط بامراض القلب. الوزن الزائد ده وحش قوي في الحتة دي. الريسبتور دي بتختلف بالاجناس، وعشان كده قابلية الاجناس للاصابة بمرض اكتر في السود اكتر من البيض. وبعدين اقول لكم بقى معلومه بس ايه يعني اعتبروها، ما حدش يعني لازم تاخدها كامله. لقينا ان الناس اللي بتدخن التدخين بيقلل فرصه الاصابه، بس خد بالك ده مش معناها دعوه للتدخين، لان ماده النيكوتين في السجاير بتحتل ريسبتورز بتقفلها، فما فيش فرصه الفيروس يمسك فيها ويدخل جوه الخلايا، بتقفل الريسبتور بتاعت الاس 2. يبقى 100% التدخين يقلل فرصه الاصابه، بس خد اللي بعدها بقى عشان ما حدش يقول لي كلنا ندخن. لكن لو حصل اصابه المضاعفات اكثر ونسبه الوفاه اكثر في المدخنين، يعني حدوث الاصابه اقل احتمالا، لكن في حاله حدوث الاصابه بتبقى المصائب اكثر كثيرا. نيجي للسؤال الخامس، السبب الاساسي في الوفاه. قلنا كنا فاكرين خطا ان هو الالتهاب الرئوي، لكن اتضح لا، ان هو تخثر الدم، ان الدم يتجلط في شرايين الجسم وخصوصا في الاورده والاوعيه الرئويه، تخثر الدم. وعشان كده بنقول له حاجات مهمه جدا، ان لو لا قدر الله واحد اصيب بكوفيد 19 من اهم العلاجات يشرب كميات ميه كتير قوي. اظن فاهم ليه، عشان يقلل لزوجه الدم، عشان يقلل احتمال التجلط. وبناخد البيبي اسبرينز لانه ده بيقلل احتمال التجلط، لكن في الحالات الصعبه فقط وتحت اشراف الطبيب وفي المستشفى. شفت ادي الشروط، ممكن ناخد اللي هو البلاد ثينرز اللي هو مانعات التجلط، تمام، دي مهمه قوي. طيب نيجي ممكن ناخد انتي فايرال، طبعا احسن انتي فايرال اللي هو بتاع الايبولا اللي هو الريمدي سيفير، بس ده غالي جدا ومش موجود في كل البلاد، في بداله الرايبا فيرين، يعني ده يمكن اللي موجود في بلادنا العربية أكتر. طب ممكن ناخد أنتيبيوتكس أذيثروميسين، ليه بناخد أنتيبيوتك؟ عندي ضد البكتيريا، عشان ما يحصلش التهاب رئوي بسبب البكتيريا على التوب اون توب اوف فيرال انفكشن. دي بناخدها 500 ملي جرام 3 مرات في اليوم، خلاص ده في حالة نمونيا مش في أي حاجة، لازم كل حاجة تحت إشراف الأطباء. وبعدين لازم ناخد أنتي بايريتكس، حاجات خافضة للحرارة زي الباراسيتامول، تايلينول هنا اسمه، ما بناخدش الادفل، ده بيبقى احسن شويه الباراسيتامول. وبعدين يعني انا بقول في النهايه العلاج اساسا سبورتيف تريتمنت، بنعالج الاعراض. في بقى حاجه مهمه جدا احب اقولها لكم، فيتامين دي مهم جدا، بيزود المناعه جدا. انا فاهم في بعض الناس متصوره ان فيتامين دي مهم للكالسيوم والعظم، ده 100% ده صح، ما اختلفناش، لكن الفيتامين اللي بيزود المناعه هو فيتامين دي، لان في ناس مركزة على فيتامين سي وعلى الزنك، دول بالأبحاث ثبت إن ما لهمش أي علاقة. هل يضروا؟ لا، يعني لو عاوز ياخدهم ياخدهم بيتسلى، بيضيع فلوسه، فيتامين سي وزنك مش هيضروك. لكن لو لازم تاخد فيتامين معين يبقى فيتامين دي، اسمع الجرعة 1000 انترناشونال يونت بير داي من غير إصابة، تاخد ده بيزود المناعة. المصابين والسلام ياخدوا فيتامين دي 1000 انترناشونال يونت، فيتامين سي والزنك تاخده وانت عارف ان ثابت ان ملوش اي علاقه بانت بتضيع فلوسك، انما ما بيخسرش. طيب فكره برضو الهيدروكسيكلوروكوين اللي طلع اللي هو دواء بتاع الملاريا ده، الحقيقه يعني بلجيكا وفرنسا واليابان كل دول اوقفوا اخده لانه مضر اكتر. الحقيقه الوحيد اللي بياخده صدق ولا تصدق ترامب مره اخرى، فلو عاوز زي ترامب وماشي ورا ترامب خده، ده بياخده الوقايه وهو مش عيان، حاجه غريبه قوي. ده
العلاج اساسا سبورتيف اني اقول، واهم سبب الوفاه لا قدر الله هو تخثر وتجلط الدم، وقلت العلاجات. وفي النهايه اشكركم على حسن متابعتكم، والى ان القاكم باذن الله مجددا في حلقه جديده من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. استودعكم الله، واسال الله للجميع دوام الصحه وزوال الغمه. شكرا.